لو بتحب الكورة وعايز تتفرج على كل الدوريات الكبرى والقنوات العالمية المشفرة من جهاز الكمبيوتر بتاعك فالفيديو ده ليك. تابع معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده علشان تتفرج على الدوريات الكبرى والقنوات العالمية المشفرة لازم تشترك اشتراك سنوي مدفوع في شركة معينة علشان تقدر تعمل كده. بس المشكلة انه عشان تشترك هيبقى تمن الاشتراك ده غالي جدا وما يناسبش كل الفئات، يعني من الاخر لو ما معكش ما تتفرجش. فعشان كده هوري لك النهاردة افضل طريقة تقدر تتفرج من خلالها على كل الدوريات الكبرى والقنوات العالمية المشفرة من جهاز الكمبيوتر بتاعك بكل سهولة. بس قبل ما نشوف الطريقة دي، لو انت مش مشترك في القناة وقف الفيديو لمدة 5 ثواني وانزل تحت على الاشتراك في القناة وفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. ولو عجبتك الطريقة بتاعة النهاردة اخبط لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا، وشيره مع اصحابك على الواتس والفيس. وبس كده يا سيدي، مشاهدة ممتعة، يلا بينا. علشان تعمل الطريقه اللي اتكلمنا عليها في مقدمه الفيديو هتعملها من خلال برنامج صغير. هتجيبه منين؟ هتضغط على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق، هيدخلك على الموقع بتاعك كالعاده. انزل لاخر المقاله دي هتلاقي كلمه مكتوب عليها رابط تحميل البرنامج للكمبيوتر وتحتها لينك، هتضغط على اللينك ده هيوديك على موقع ميديا فاير. البرنامج ده اسمه الاسطوره، مساحته صغيره جدا حوالي 17 ميجا وشويه، فهتضغط داونلود من هنا علشان تنزل البرنامج على جهازك. وبعد كده هتضغط بدء التحميل وهيبدا البرنامج ينزل معاك. بعد البرنامج ما بيخلص تحميل فبينزل معاك في ملف مضغوط زي ده، وبعد كده هتبدأ تفك الملف المضغوط ده. هنضغط عليه كليك يمين وهنختار حاجة اسمها extract here علشان نفك الضغط بتاع الملف. بعد ما بتفك الضغط فبيظهر معاك الفولدر اللي فيه البرنامج، هتفتحه هتلاقي جوه الفولدر الملفات دي. البرنامج ده كده كده برنامج بورتابل، يعني ما بيحتاجش تسطيب، فهنضغط عليه دبل كليك علشان نفتحه. هيفتح معاك البرنامج بالواجهه اللي انت شايفها دي، وزي ما انتم شايفين كده في 11 سيرفر جوه البرنامج. كل سيرفر من دول فيه مجموعه قنوات معينه، فاحنا ممكن نشوف السيرفر ده مثلا. هنضغط عليه كده، زي ما انتم شايفين كده في مجموعه قنوات كتير قوي، زي قنوات بين سبورتس وقنوات نايل وقنوات فرنسيه وقنوات اسبانيه وقنوات عراقيه، قنوات كتير قوي زي ما انتم شايفين كده. فاحنا ممكن نفتح قنوات بين سبورتس مثلا ونشغل مثلا القناة رقم 3، هنضغط عليها كده زي ما انتم شايفين كده القناة شغالة وزي الفل وبدون أي تقطيع وبجودة عالية. واعذروني إذا كنت حبلور الشاشة بس عشان خاطر حقوق الطبع والنشر. ممكن برضو نشوف حاجة من القنوات المصرية هنا، نضغط عليها كده ونشوف مثلا قناة زي النهار دراما مثلا، هنضغط عليها زي ما انتم شايفين كده القناة شغالة وزي الفل وبجودة عالية قوي وبدون تقطيع. واعذروني برضو إذا كنت حبلور الشاشة بس عشان خاطر حقوق الطبع والنشر برضو. ممكن برضو نشوف حاجة من القنوات الأسبانية مثلا، هنضغط عليها كده ونشغل مثلا القناة دي. زي ما انتم شايفين القناة شغالة زي الفل وبجودة عالية قوي وبدون أي تقطيع. على فكرة الموضوع عادي جدا، دبل كليك على القناه كده هتصغرها، دبل كليك على القناه كده هتكبرها. لو خلصت استخدام البرنامج وعايز تقفله فبتضغط على علامه الاكس اللي موجوده هنا، هتظهر معاك الرساله دي فيها يس ونو، هتضغط على يس هيقفل معاك البرنامج. حلاوه البرنامج ده انه بيناسب كل سرعات الانترنت، يعني لو سرعه الانترنت عندك ضعيفه فالقنوات هتشتغل عادي زي ما شفتوا كده بالظبط. برنامج حلو جدا ولازم الكل يجربه، وهي دي الطريقه بكل بساطه. بتمنى يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وهيظهر لك دلوقتي 4 فيديوهات اتفرج عليهم ان شاء الله يعجبوك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.